ازيكم يا حلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل وصفة البطاطس. الوصفة دي جميلة جدا 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 للناس اللي عندها هالات سودة، عندها نمش، عندها بقع داكنة، مطرح حبوب، اي حاجة فيها سواد سنين. صدقيني الماسك ده من تالت مرة هتشوفي نور بجد طالع منك، حاجة كده فعلا روعة. الماسك ده تحفة جدا، كمان بيفتح البشرة بطريقة ملحوظة، يعني انت هتشوفيها في الفيديو فعلا من اول استعمال. كمان عايزة اقولك ان ماسك البطاطس غني بالفيتامين سي، وكمان بيساعد على بناء الكولاجين في البشرة، وكمان بيجدد الخلايا بتاعة البشرة، وكمان بيفتح البشرة بطريقة ملحوظة، بيخفي الهالات السوداء لو كانت عندك هالات سوداء جديدة خارجيا مش عوامل داخلية. ان طبعا في هالات سوداء بتبقى من عوامل داخلية، اللي هي بتبقى بتشربي قهوة وشاي وحاجات بقى دي كلها، انما الماسكات اللي هتخفي الهالات السوداء على الاقل هتخفيها لك 50% لو كمان داخليا، انما لو خارجيا بقى هتخفيها تماما. تنفع لتحت القبط لو عندك سواد تحت القبط، حابين الفخاد، هيخليكي منوره فعلا بجد. ماسك يهبل، فالماسك ده فعلا حاجه كده رهيبه. وكمان عايزه اقول لك كمان بيعالج حروق الشمس وبيهدي الالتهابات لو عندك التهابات في بشرتك. الماسك ده فعلا تحفه قوي. قبل ما نبدا الفيديو ما تنسيش تعملي لي لايك عشان الفيديو يوصل لاكبر عدد من البنات، وكمان لو لسه اول مره تشوفيني يا ريت تعملي اشتراك في القناه عشان تبقي معانا وكل فيديو جديد ينزل تكوني من اول المتابعين وتشوفيه. هنا انا معايا بطصايايا صغنطوطي خالص، يعني حاجه كده صغيره، اصغر بطصايا عندك. اسلقيها، بس قبل ما بنسلقها بنكون مقشرين القشرة عشان احنا عايزين السلق يشرب من المية، وكمان عايزين نستفاد بالمية، لان في اخر الفيديو هقولك هنعمل ايه بمية السلق بتاعة البطاطس، هنستفاد بكل حاجة فيها. هنا انا سلقتها بعد ما قشرتها، سلقتها كويس جدا في كوباية مية عشان تبقى المية مركزة. هنا هضربها في الخلاط، طبعا مش هنحتاج في الخلاط نقطة مية ولا نقطة مية هنحتاجها، علشان انا كنت سلقها متقشرة فشربت المية كمية مية منها، فظبطت الدنيا معايا ان مش هتحتاج ان انا احط في الخلاط ولا نقطة مية. فهي بصي زي ما انا كده بضرب، انا هفضل اضرب فيها لحد ما هي تلين مع نفسها وتبقى شبه الكريم زي ما احنا شايفين كده من غير نقطة مية في الخلاط. يبقى احنا هنعمل ايه؟ هنقشر البطاطساية كويس وبعدين نسلقها في كوباية مية تكون خدت اللي خدته من المية اللي خدته، والحبة اللي هيفيد من المية بتاعت البطاطس دي هنستفاد بيها في اخر الفيديو هقولك هنعمل بيها ايه. هنا خلاص انا هلمهم في بولة بقى ويلا بينا نروح هنشوف هنعمل فيها ايه. تمام، هي كده هنا معايا البطاطس تمام، وانا عايزاها القوام التقيل ده، ان انت لما تيجي تفضيها تبقى الكريمي بتاعها مطاط، يعني شايفه بياخد ويدي معاكي مش سايل معايا، لا انا عايزاها تبقى مطاطه كده، لان ده هيديكي نتيجه افضل بكتير من انها تكون سايله. وكمان لما تيجي تحطيها في اي منطقه، ان كانت في الاندر ارم اللي هو منطقه اللي هي بين الفخاد او تحت القبط، ما يبقاش سايل مني. هنا معايا معلقه لبن كبيره، هقلبهم كويس جدا، ودايما بقول في كل خلطه لازم نقلب كويس جدا الخلطات علشان الخلطه تستفاد معايا من كل حاجه. شايفه مطاطه ازاي؟ هنا معايا معلقه كبيره بيكنج باودر او كربونات الصوديوم، اللي عندك متاح شغال. انا هنا حاطه كربونات الصوديوم معلقه واحده، ما عنديش بيكنج باودر، وهحط معاها نص ليمونه. شايفه الفوران؟ الليمونه مع البيكنج باودر ده بيعمل تفاعل شديد جدا وبيساعد على تفتيح الاماكن السوداء، كمان هيخلي يفور كل الاماكن السوداء اللي هي تخليها تفتح باسرع وقت. طبعا الليمون معروف لا يعلى عليه، طبعا كل الخلطات دي معروفه. انا عايزاكي تبحثي عن النت فوائد البطاطس وفوائد الليمون وفوائد البيكربونات الصوديوم عشان فعلا تشوفي النتائج الهائله اللي انت هتاخديها في الاماكن اللي انت هتحطيها فيها. وكمان خصوصا ان كل الماسكات اللي انا بعملها بكون مجرباها شخصيا،
هنا بقى هفردها على ايديا. شايفه هو القوام بتاعها بياخد ويدي معايا ازاي؟ ده اللي انا عايزاه، انك لما تيجي تكوني حطاها ما تبقاش سايله منك خالص وتبهدلي الدنيا وتبهدلي نفسك. لا، انا عايزه ان هي لما تشرب من القوام التقيل تبقى انت خدتي كل الفايده بتاعه الماسك. هنا خلاص نشفت خالص زي ما احنا شايفين. هبدأ ان انا بقى افركها. انا عايزه اوريكي، بس في حاجه عايزه اوريها لك، ان هتبقى البطاطس لونها طين. يعني بصي، برغم ان غاسله ايدي واخده شاور وكل حاجه، بصي شايفه البطاطس شكلها طين، شايفه الشكل؟ شايفه الشكل بين ايدي؟ طبعا واضح جدا ان فعلا فعلا مطلعه طين. ولا تقولي لي بقى حمام مغربي، حمام افريقي، حمام اوروبي. عايزه اقول لك بجد الماسك ده هيطلع كميه قرف من جسمك، يعني حتى لو انت كل يوم بتستحمي وبتتليفي وكده، مهما كان جربي الماسك ده وهتلاقي كميه السواد وكميه القرف اللي انت هتشوفيها طالعه من جسمك. شايفه؟ شايفه السواد، شايفه القرف، بجد بجد حاجه فوق الخيال. شايفه؟ انا عايزه اوريكي بس الفرق. بصي شايفه البطاطس مسمره وسودة ازاي؟ شايفه؟ يعني مطلعه بجد كميه بلاوي مش قادره اقول لك عليها. انا بجد انبهرت وعجبتني الماسك ان انا فعلا استخدمه. بجد بشع، وشايفه الشكل مقرف جدا. هبدأ بقى ان انا اشطفه بعد ما فرقت. الماسك ده هيخليكي مورده وكمان فاتح جسمك، وهيخلي السواد فعلا يختفي. بجد ايا كان السواد اللي فيكي هيختفي منك لو فضلت مستمريه عليه مرتين في الاسبوع. بجد فوق الرائع. انا هنا بغسل ايدي كويس قوي من الماسك. شايفه؟ احكمي انت ومش هتكلم. شايفه؟ بجد 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 انا مش قادره افتح بقي ولا اتكلم من بعد. انا حتى حبيت ان انا اعمل لكم الحته دي بالفلاش عشان تشوفي بجد كويس جدا. شايفه؟ تحفه تحفه تحفه. طبعا ملكيش دعوه بايدي اللي معفنه اللي انا مش عامله فيها سويت ولا اي حاجه، خليكي في الماسك ونتيجته. هنا انا خلاص خلصت. نيجي بقى لمية البطاطس اللي احنا قلنا مش هنرميها، اللي هي مية السلق. مية البطاطس دي بقى فوق الروعة، فوق الروعة، فوق الروعة. لو عندك مهما كان اي كمية هالات سودة، بجد دي هتخليها تمام. بعد الماسك على طول، ان كنت عاملة بقى في بشرتك، تحت بوتك، بين فخادك، اي حاجة، مية الرز دي تخليها كده في التلاجة. وهجيب قطنه زي دي كده وابتدي اغطسها كلها زي ما احنا شايفين بالطريقه دي. لو احنا عندنا هالات سودا هنقسم القطنه دي اتنين وهحطها تحت عينيا نص ساعه. شوفي جمال الماسك دوت بجد ايه، او جمال التونر البطاطس ده بقى ايه. مش هتكلم، انا عايزاكي انت تجربيه، ان طبعا معروف البطاطس للهالات السودا ايه، او لاي سمار معناه ايه. بجد بيفتح بطريقه رهيبه. لو ما عندكيش قطنه او انت مش قادره انك تحطي قطنه مثلا وتسيبيها نص ساعه، انت اعملي التونر ده 3 مرات، امسحي بيه وشك وسيبيه من غير ما تنشفيه. سيبيه لغايه اما ينشف خالص، وبعد كده اشطفي وشك. هتسيبيه لحد ما ينشف كل ميه البطاطس دي وبشرتك هتشربها. اي بقع بقى في بشرتك، اي تصبغات، اي حاجه في وشك هتلاقيها اختفت تماما. اعملي التونر ده 3 مرات في اليوم، صبح وظهر وليل، بجد هيفرق معاكي جدا. من اول اسبوع هتشوفي وهتدعيلي. انا بجد مستنياكي تجربيه. بصي اهو، انت لو انت عندك اللي هي القطنه اللي هي المدوره دي اللي انا حطها، هتقسميها اتنين زي ما احنا شايفينها كده، وهنحطها مكان الهالات السوداء. ما كانش زي ما قلت لك بليها واعمليها. انا كده خلصت الفيديو. ما تنسيش تشتركي في القناه وتعملي لايك. باي باي.